كثير من الناس اليوم الآن بدأوا يربون الكلاب في البيوت. هذه رسالة من القلب حقيقة، يعني اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع، وفي رواية أو ماشية، فإنما ينقص منه في كل يوم قيراط. كل يوم تنقص الأجور، إحنا بالكاد نحصل هذه الأجور، هذه وجود الكلاب في البيوت ينقص الأجور. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: الصيد، الماشية، الزرع، وبعض أهل العلم استثنى معها الحراسة، لكن بعض الناس يقول أنا أضعه للحراسة، وهذا غير صحيح، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. اتقوا الله في أنفسكم، لا يجوز وضع الكلاب في البيوت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني غريب أمر بعض الناس.